بسم الله الرحمن الرحيم. المقطع السابق نزلنا مجموعة من الأسئلة ناقشناهم بصيغة الـ MCQ questions كأسئلة امتحان أو نماذج أسئلة امتحانية، خاصة أنه أغلب الامتحانات الإلكترونية تكون هي بصيغة أسئلة متعددة الخيارات. طبعا هذه الأسئلة بها شقين، هي لها جزء إيجابي وسلبي. إيجابيتها أنه هي تكون أسئلة فكرية سريعة، سلبيتها أنه الطالب أحيانا ما يعرف الطريق الصحيح للإجابة، يصور أنه فقط هي عملية اختيار، بينما الطريق الصحيح هي عملية الحل النموذجي، وعلى ضوء بعدين على ضوء الحل مالتي أحدد الإجابة الصحيحة وأختار. لذلك وصلتني مجموعة من الاستفسارات على من قبل بعض الطلاب، أنه يسأل ما هو أو ما هي الطريقة الصحيحة للإجابة على هكذا أسئلة. هذا المقطع راح نناقش به 10 أسئلة بنفس الصيغة، انه نماذج اسئلة امتحانية قد تكون بصيغة الام سي كيو او قد تكون بصيغة الفراغات. راح نناقش بها فقط على المشتقة وتطبيقات المشتقة. 10 أسئلة نماذج اسئلة امتحانية، خلي يكون الطالب عنده تصور كامل على كيفية الاجابة على هكذا اسئلة. خلينا نبدأ بالسؤال الاول. السؤال الاول مثلا: The absolute maximum value of y تساوي x تكعيب ناقص 3x زائد 2 ضمن الفترة اللي هي x أكبر من أو تساوي 0 أقل أو تساوي 2، هل هي 4 6 2 0؟ طبعا هسه هذه هنا مطيني معادلة ومطيني الخيارات، بالنتيجة أنا أريد من عندك اختيار. طبعا تعتمد على التعليمات اللي توصل للطالب. أحيانا التدريسي أو الممتحن يطلب فقط الخيار، يبلغ الطالب أنا ما أريد تفاصيل الحل، لكن أريد الخيار الصحيح تختار لي، على أساسه راح أحدد الإجابة مالتك صح أو خطأ. لكن اذا طلب من عندك انه انا ارفق لي الاجابه مالتك، الخطوات اللي على اساسها اختاريت الخيار الصحيح، تكون مجبر على انه لازم تحل السؤال بشكل كامل، وبعدين على ضوء الاجابه مالتك تختار الخيار الصحيح. طيب هسه انا عندي معادله، اريد القيمه العظمى المطلقه ابسوليوت ماكسيمم فاليو، اقصى قيمه للداله هذه ضمن هذه الفتره، من هي؟ طيب خلي نشوف طريقه الحل مالتنا شنو هي. خطوات الحل النموذجيه انه انا اولا اوجد مشتقة الدالة 3 اكس تربيع ناقص 3، زين ضمن هذه الفترة اولا اساوي هذه المشتقة مالتي بالصفر، راح احدد القيم اللي تمثل هي الابسوليوت ماكسيمم او المينيمم ظهرت عندي زائد ناقص 1، اعوض هسه بضمن الفترة مالتي من 0 الى 2 بقيمة اكس يساوي 0 بالدالة مالتي ظهر عندي 2، بالواحد ظهر 0، بالسالب 1 ظهر عندي 4، بالاثنين ظهر عندي 4. اذا اقصى قيمه الخيار الصحيح راح يكون هو عباره عن الاي، باعتبار هي تمثل الابسوليوت ماكسيمم فاليو، اقصى قيمه مطلقه عندي هي راح تكون مساويه الى 4، فالخيار مالتنا صح. اذا طريقه الحل مالتي راح تكون بالشكل التالي: اذا طلب من عندي انه ارفق الحل، لازم ابدي احلل بهذا الشكل واقول اذا الخيار الصحيح هو الاي، والحل او توضيح الحل هو يكون بالشكل التالي. طيب السؤال الثاني: Diameter of sphere، قطر دائرة هو عبارة عن 32 في 2 x زائد 5. The rate of change، معدل تغير of its surface area، المساحة السطحية، with respect to، نسبة للx is، مطيني فراغ. يعني هنا ما مطيني خيارات حتى اختار، طالب من عندي انه انا عندي كرة بقطر، مطيني معادلته، معدل تغير المساحة السطحية، نسبة للx يساوي. فبالتالي هنا انا عندي شنو؟ لازم احل السؤال. اذا طريقه الحل مالتي انه راح يكون عندنا هنا انه انا 9 باي 2 اكس زائد 5، طبعا هذه هي تمثل 9 باي 2 اكس زائد 5 تساوي، هنا انا عندي تمثل مقدار قيمه شنو هنا؟ 3 على 4 2 اكس زائد 5، معادله المساحه السطحيه بالنسبه للكره راح تكون عندي 4 في باي، عندي هذا المقدار تربيع تساوي 9 على 4 باي 2 اكس زائد 5 الكل تربيع. اذا مشتقة المعادلة ما تيسى اشتق المساحة السطحية باعتبار اريد هو معدل تغير المساحة السطحية نسبة الما للاكس، اشتق المعادلة ظهرت عندي 9 باي 2 اكس زائد 5، فالناتج مالتنا هو صحيح هو 9 باي 2 اكس ناقص 5، خليه بهذا الشكل. فالتوضيح اللي اريده هو هذا، تجاوبه بهذا الترتيب. زين، فنقول اذا المعادلة مالتنا راح تكون بالشكل التالي. سؤال 3، طبعا هنا الإجابة هذه بس نقرأ السؤال. The edge of a cube، عندنا جانب من مكعب is increasing at the rate of 0.3 سنتيمتر لكل سكند.
the rate of change of this surface area when age is 3 سنتيمتر. زين عندي هنا جانب من المكعب ازداد بمعدل 0.3 سنتيمتر بالثانية. طيب ما هو معدل التغير في مساحة في سيرفيس اريا، المساحة السطحية هنا، عندما يكون هذا الطرف هو طوله 3 سنتيمتر؟ فاجي المعادلة مالتنا. اقول اولا مقدار قيمة المساحة السطحية باعتبار هو كيوب 6 اكس تربيع. زين اشتقها نسبة للزمن راح تكون هي 12 اكس، طبعا نسبة للاكس قصده هنا اشتقها. زين باعتبار هو اشتقاق راح يكون 12 اكس في دي اكس الى دي تي، لانه مطيني بالسؤال هو معدل التغير سنتيمتر بالسكند، فبالتالي راح يصير 12 اكس في مطيني الدي اكس الى دي تي هي 0.3، اذا دي اس الى دي تي راح تكون هي 3.6 اكس. اذا باللحظه اللي تكون بها مقدار قيمه اكس يساوي 3 راح يكون معدل التغير هو 10.8 سنتيمتر مربع لكل سكند. سؤال 4، the rate of change of area، معدل تغير مساحه of a circle لدائرة with respect to its radius نسبة إلى نصف القطر فراغ. زين هنا عندي أولا مساحة الدائرة، فراح أقول هنا أولا بما أنه مساحة الدائرة راح تكون عندي هنا باي آر تربيع، أنا أريد معدل تغير المساحة نسبة للآر باعتباره رايد معدل تغير المساحة الدائرة نسبة لنصف القطر مالتها، فعندي المساحة اشتقها دي آر إلى دي تي بيساوينا 2 باي آر. 5، radius of a variable circle is changing at the rate of 5 سنتيمتر بالسكند. What is the radius of the circle؟ ما هو مقدار نصف قطر الدائرة at a time، عند اللحظة الزمنية، when it is area، عندما يكون مساحتها is changing at the rate of 100 سنتيمتر مربع لكل سكند. طيب هسه أول خطوة هنا أنا عندي أنه أنا أبدي بمساحة الدائرة، بما أنه مساحة الدائرة by r square أشتقها نسبة للزمن، صار عندي 2 باي ار في دي ار لا دي تي. طيب وبالسؤال هو مطيني معدل تغير المساحه 100 سنتيمتر مربع لكل سكند، هذه 100 تساوي 2 باي ار في دي ار لا دي تي، مطيني اياها بالسؤال 5، فصار عندي قيمه ار من هذه باعتبار نصف القطر انا عندي ما محددي، فصار عندي ار باي على 10 على باي. طيب بالسؤال ذاكر لي انه مقدار قيمه تغير الار نسبة الى تي يعني دي ار لدي تي تساوي لنا 5 سنتيمتر لكل سكند، وبما انه دي اي لدي تي 100، زين من هذه المعادلة انا صار عندي مقدار قيمة تغير او الريديوس للسيركل هو ار يساوي لنا 10 على باي. سؤال 6، if the rate of change of volume، اذا كان معدل تغير حجم كرة يساوي to the rate change of its radius يساوي معدل تغير نصف القطر، then find the radius، اوجد نصف القطر. زين هنا انا راح ناخذ الباي على 3 الاربعة على 3 باي ار تكعيب حجم الكرة اشتقها، زين فصار عندي 4 باي ار تربيع دي ار لدي تي تساوي لنا دي ار لدي تي، لانه جاي يقول بالسؤال معدل تغير حجم الكرة يساوي معدل تغير نصف القطر اللي هو دي ار لدي تي. زين ساويتهم من هذه المعادله راح يصير عندي 4 باي ار تربيع يساوي 1، من عندها مقدار قيمه الار يساوي لنا 1 على 2 جذر باي. 7، the volume of a sphere، حجم كره ازداد بمعدل 3 كيوبيك سنتيمتر يعني سنتيمتر مكعب بير سكند. اوجد the rate of increase، اوجد معدل زياده مساحتها السطحيه عندما يكون نصف القطر يساوي 2. طيب ارجو المعادله مالتنا اللي هنا انه اولا الحجم مالت الكره هو 4 على 3 باي ار تكعيب. زين دي في الى دي تي صارت بهذا الشكل، دي ار للدي تي تساوي لي 3، لانه بالسؤال جاي يقول اوجد معدل الزياده في المساحه السطحيه عندما يكون مقدار قيمه الار تساوي لي 2. زين دي في الى دي تي هم معطيني اياها 3، لان بالسؤال ذا فوليوم اوف سيرفيس ازداد بمعدل 3 كيوبيك 3 سنتيمتر مكعب بالثانيه، فصار عندي هذه المعادله دي ار لدي تي تساوي لي هذه الكميه اللي هي 3 على 4 باي ار تربيع. زين باللحظه اللي تكون بها اس، بما انه المساحه السطحيه مالتنا هي 4 باي ار تربيع، اشتق المعادله. زين هذه 8 باي ار تربيع لانه جاي تساوي في مقدار قيمه الدي ار لدي تي اللي هي هذه الدي ار لدي تي، ظهر عندي مقدار قيمه دي اس لدي تي تساوي 6 على ار، وباللحظه اللي تكون بها مقدار قيمه ار تساوي لنا 2، اذا مقدار معدل التغير في المساحه السطحيه يساوي لي 3 سنتيمتر مربع لكل ثانيه. 8، the volume of a cube
حجم مكعب ازداد بمعدل 9 سنتيمتر مكعب بالثانية. أو فاس it is surface area increasing when the length of an edge is 10 سنتيمتر. طيب خلي اخذ هسه اللي هنا انه اولا حجم المكعب هو لو فرضنا انه هو راح نفترض انه مقدار قيمه الاكس هي تمثل فانكشن اوف تايم اللي هو الايج بالنسبه للمكعب، فبالتالي حجم المكعب هو اكس كعيب. طيب اشتق المعادله 3 اكس تربيع دي اكس لدي تي تساوي لي بالسؤال 9 من هذا المعادله دي اكس لدي تي تساوي 3 على اكس تربيع. طيب المساحه السطحيه اللي رايدها من عندي دي اس لدي تي تساوي لي دي الى دي تي في مشتقة ال 6 اكس تربيع اللي هي تمثل المساحة السطحية للمكعب، اشتقيتها صارت بهذا الترتيب، عوضت عن قيمة الدي اكس الى دي تي 3 على اكس تربيع، صارت المعادلة 36 اكس. هسه اعوض باللحظة اللي تكون بها مقدار قيمة اكس يساوي لنا 10، اذا مقدار قيمة التغير بالمساحة السطحية تساوي ل 3.6 سنتيمتر مكعب لكل ثانية. 9 The volume of a sphere حجم كرة ازداد بمعدل 8 سنتيمتر مكعب بالثانية. أوجد معدل at watch at surface area بحيث تكون المساحة السطحية ازدادت when the radius of the sphere 12. مشابه للمثال اللي قبل قليل حليناه. راح ناخذ المعادلة حجم الكرة اشتقها. هنا راح يكون عندي الدي في للدي تي 8. استخرج الدي ار للدي تي. زين ظهرت بهذا الشكل. المساحة السطحية للكرة هي 4 باي ار تربيع، اشتق طرفي المعادلة واعوض عن قيمة الدي ار للدي تي بهذه الكمية، صار عندي معادلة الدي اس للدي تي، اعوض باللحظة اللي تكون بها مقدار قيمة ار تساوي ل 12، يظهر عندي مقدار قيمة التغير في المساحة السطحية. سؤال الأخير. The radius r of the base of a right circular cone is decreasing at the rate of 2 cm لكل minute. And its height h is increasing at the rate of 3 cm per minute. طيب وين r عندما يكون r تساوي 3.5 والارتفاع 6، اوجد معدل التغير في حجم المخروط. طيب هسه اللي هنا هو طبعا هذه المعطيات دي ار لدي تي مطينيها سالب 2 باعتبار نقصان التغير بالارتفاع دي اتش لدي تي 3 لانه زياده موجب، فاخذ حجم المخروط 1 على 3 باي r تربيع h، اشتق نسبة للزمن. طبعا هنا عندي حاصل ضرب متغيرين الار والاتش اثنيناتهم متغيرات، فصارت عندي هذه المعادلة، خلي اسميها معادلة. هذه المعادلة عوض عن مقدار قيمة الدي اتش للدي تي، زين، فصار عندي 1 على 3 باي، عند باللحظة اللي يكون بها مقدار قيمة ار 3.5 والاتش 6، صارت المعادلة مالتي معدل التغير في حجم المخروط هو ناقص 15.75. الناقص معناته انه حجم المخروط جاي يقل بمقدار قيمة 15.75 باي سنتيمتر مكعب بالدقيقة. طيب هسه هذا نموذج لأسئلة متعلقة بموضوع تطبيقات المشتقة. قد انه هذه الأسئلة تعطى بشكل خيارات، يعني انا اعطيك الخيارات واعطيك السؤال واعطيك الخيارات، والمفروض انه تعطيني الخيار الصحيح. حتى توصل للخيار الصحيح لازم تحل حسب هذه القواعد، حسب هذه المعادلات، زين، وبعدين ترفق لي الحل بالمرفق. واذا كنت لا، انه انا ما طالب منك انه ترفق لي الحل، هم لازم انه انت تحل، والا كيف انه راح تحصل على الجواب؟ يعني الا انه راح تحصل على الجواب عن طريق الطريق الثاني، هو طريق غير مشروع، عن طريق الغش، وتحصل على طريق الحل، والا ما ممكن انه تتكهن بالحل وبالاجابه الصحيحه الا عن طريق الحل حتى توصل الى الناتج النهائي.